واصلت القافلة العلاجية لمديرية الصحة بأسوان أعمالها بقرى محافظة أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة، وشهدت قرية سلوى بحري الكشف وصرف العلاج بالمجان إلى 1758 من المترددين والمرضى، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة لعمل أشعة رنين مغناطيسي ومقطعية وإجراء العمليات الجراحية. وبدأت القافلة بالتثقيف الصحي والصحة الإنجابية لزيادة الوعي لدى سيدات القرية. حضرنا الندوة التثقيفية هنا وقالوا لنا في قافلة مجانا في المستشفى بتاعتنا بتاعت الوحدة الصحية بسلوى بحري، ووعونا وشرحت لنا الله يبارك لها، فوعدتنا واخدنا الندوة التثقيفية هنا، وبعدين قطعنا التذاكر وحنكشف بالكشف مجانا والعلاج مجانا. نشكر السيد الرئيس الجمهورية في القافلة اللي جابها لنا عظام وتمام الدنيا مرتاحة وجهونا يعني، وربنا يكرم السيد الرئيس وربنا يخلي الدولة والدنيا تمام الحمد لله، وكله بيكشف عظام وباطنه وكله يعني.